مقطع منوشة السعودية الإباحي الذي أحدث ضجة كبيرة على تويتر اليوم والذي تسبب في القبض عليها، وما زالت الجماهير تصب غضبها الشديد عليها، ونحن نطالب بحذف الفيديو من جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومن سناب شات وتويتر، فقد انتشر بسرعة البرق. فماذا يجني هؤلاء الذين يساعدون على انتشار الرذيلة بهذا الشكل؟ وكثيرا ما حاربنا مثل هذه التصرفات الخارجة عن النص، فلا تنشروا غسيلكم القذر على شبكة الانترنت، فالله يستر عليكم وأنتم تفضحوا أنفسكم. إن انتشار الفيديو هو الفضيحة والرذيلة بقدر ما أننا نهاجم الفيديو ويوجد به عبارات خارجة ولا يليق ويخدش الحياء العام. العمر ليس مضمونا، ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه. هذه الأفعال لا تليق بنا كعرب أصحاب تقاليد واحترام، فبناتنا أمانة وأطفالنا أمانة، يجب أن نحرص عليها. انشروا ما ينفع الناس والبشرية ولا تعرضوا أنفسكم للمهالك. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.